السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في الحقيقة احنا يعني اتأخرنا شوية في هذا اللقاء، ولكن يعني أنا عملت تسجيل مرئي فيديو ولكنه ما كملش، واضطريت ان انا احذفه، وقلت ان انا هتكلم معاكم صوت زي ما احنا متعودين، وانوي لي ولكم مزيد من النجاح والاستثمار لكل اوقاتنا والاستفادة القصوى باذن الله سبحانه وتعالى. اعذروني لو لقيتوا ان صوتي يعني شوية مش مظبوط شوية، لكن الحمد لله انا تمثلت للشفاء والطاقات التشافي والإبراء بأمر الله سبحانه وتعالى. عفوا، احنا دلوقتي في آخر لحظات وساعات من عام 2022، وبنستعد لعام 2023، وربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا الأمور. كل ما كنا عليه في عام 22 سيكتمل، ولذلك بنبدأ نتيقظ ونستيقن انه كل شيء انا عايزة انضفه، او كل شيء انا مش حابب اني اكمل عليه، سواء وعي سواء اشخاص سواء اغراض معلومات افكار، كل ده هبتدي ان انا انضفه وادي له امر انه يخرج عن طاقتي وعن هالتي بامان وسلام. هنختار ان احنا نتصل باعلى طاقات في الكون، واحنا عارفين ان اعلى طاقة هي طاقة الله سبحانه وتعالى، والاتصال المباشر بالله عن طريق العبادات والصلاة والذكر. طاقة اسماء الله الحسنى، صفات الله النورانية، طاقة الانبياء والرسل، طاقة الملائكة النورانية. كل ما اقترب منه بكتسب طاقته وبتوصلني بيه. اذا طب انا ايه المطلوب مني، او ان انا اعمل ايه؟ ان انا لا انشغل تماما بمن هو في مرحلة اختبار او وعي، او اقل مني في الوعي، لسه في مرحلة سعي، ما بقاش شغل نفسي بيه وكل شوية ادخل اقول له انت كذا واعمل كذا، لا انا هسيبه. لو هو طلب مني المساعدة اساعده، ما اتريقش عليه وما اسخرش منه ولا انشغل بيه ولا بتطوره، لاني هكتسب طاقته. كل اللي سبقوني في مراحل الوعي ووعيهم اعلى مني، فهم ليهم برضو اخطاء، لان كل مرحلة وعي ليها ابتلاءات بتختلف عن بعضها، فبرضو مش هشغل نفسي بيهم، لان انا معرفش لما اوصل لمرحلة وعيهم هل انا هفكر بنفس تفكيرهم ولا لا. اذا لا انشغل بهم، لا انشغل بهم. الكل بيسعى للتزكية. لو لاحظنا ان سورة الحجرات عندنا في امر قرآني بعدم السخرية من بعضنا، ربنا سبحانه وتعالى امرنا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، عسى ان يكونوا خيرا منهم او عسى ان يكون خيرا منهن. وهنا عسى بتفيد زمن مستقبلي، ان الانسان ده في المستقبل هيكون افضل منك، او في علم الغيب عند الله هو افضل منك وانت لا تعلم، لا تطلع على الأفئدة، أنت لا تطلع على القلوب. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم مين أفضل من مين. فمش مطلوب مننا في رحلة التزكية إن أنا أراقب حد ولا أحكم على حد. كل من سخرت منه أو ركزت معه التحقت به، لأن طاقتك أصبحت طاقة مساوية لطاقته، وحتما أنتم في خط زمني واحد. الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما هو سبب انشغالك بوعي تلك المخلوقات ومحاربتهم طول الوقت؟ استمع إلى قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف أتخذه عدو؟ فكر معايا إزاي أتخذه عدو. انتبه ماذا قال الشيطان عن بني آدم في سورة صاد آية 82: أقسم بعزة الله، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
نستمع إلى القصة في سورة صاد من الآية 71 إلى آية 85. لو حابب تفتح المصحف بحيث أنك تشوف الآيات بنفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق الله العظيم. إذن الفيصل هنا هو الإخلاص، الإخلاص في العبودية قولا وفعلا لكي تستحق بهذا الإخلاص أن تكون الأقوى، فتنحى عنك الشيطان لأنه علم أنك من المخلصين. أنت محصن لن يشغل بك، ولكن ممكن يبدأ بأقرب الناس ليك عشان يضايقك مثلا أو يضيق عليك العبادة أو مسيرتك اللي أنت ماشي فيها، وعشان تكمل الاختبار وتعبر بسلام بسفينة الإخلاص من المهم أنك تكون مراقب جيد لمن هم معك في الاختبار ومقربين منك، أنك تفهم جيدا حيل إبليس فلا تبالي من أفعاله مع من حولك، أكمل حتى يبتعد عنك لمعرفته مدى قوتك، اترك الانشغال به وبطاقته وانشغل بذكر الله. الأمر ده ممكن ياخد منك مراحل هتعبر منها بسلام كلما على يقينك بالله وقوته وعزته. بننتقل لمستويات الوحي صعود وهبوط، وبنمر بها كلنا من اختبارات زي تزكية النفس وتطور الروحي، رحلة التعلم الروحي، القرب من الله، التعرف على أسمائه وصفاته، طلب العلم اللدني من الله مع الأسئلة في كل وقت، واتباع الاستقبال والإشارات. كل ذلك يحتاج صبر، بيحتاج مننا صبر وتركيز واستمرارية على الطاعة والبعد عن المعاصي. من الأمور اللي استشعرتها بقدوم العام الميلادي الجديد 2023 بعض من التنبيهات اللي ينبغي ان احنا ناخد بالنا منها علشان نعبر بسلام ونكمل رحلتنا اللي بدأناها في 2022 ويحصل لنا تطور روحي ملحوظ جدا مع قدوم العام السابع اللي هو رقم 7. إن أنا لازم أنتبه لقوة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الكتاب اللي هو القرآن. لا نبحث عن العزة ولا المعلومة ولا عن أي شيء خارج هذا الكتاب، إن احنا نركز عليه جدا. الكتاب اللي بين أيدينا وبنقرأه وندرسه ليلا ونهارا نحن مطالبين بتعظيم ذلك الكتاب وتعظيم كل ما ورد به من أحكام وأوامر ونواهي وفهم الرسائل في كل سورة وإبلاغها وتدبرها لمن نعرفهم من حولنا بالمعنى اللي وصلني. مش شرط إن أنا وعي أنا يناسب الجميع، كل واحد مننا بيتدبر الآيات بمستوى الوعي اللي هو فيه، وبعد فترة بعد سنة بيتدبر بمعاني جديدة. زي ما قلنا أحيانا الإنسان بيجي يقرأ آيات ويحس أنه أول مرة بيشوفها، ده معناه أنه دخل في تطور روحي وتطور ملحوظ في الوعي.
التنبيه الثاني انك بتتبع ما نزل الله في هذا الكتاب ولا تتبع من دونه اولياء، لا تتبع لا من دونه اولياء ولا اي رسائل اخرى، ركز على هذا الكتاب. التنبيه الثالث الدعاء والاستغفار، دايما الزم الدعاء، وعندنا مجموعه ادعيه واوراد هنقولها هنا ان شاء الله في هذا اللقاء. اللهم انا نخشى ان تهلكنا بما فعل السفهاء منا او ان نكون من الغافلين، اللهم انا نعوذ بك من الغفله او ان نكون من الغافلين. التنبيه الرابع ثقل موازينك بالتزود من التقوى والخير لتنجو وابتعد عن الظلم وطاقه الظلام. التنبيه الخامس ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا التمكين في الارض واعطانا سبل العيش، هل ادينا الشكر؟ إذن عليك أن تبحث عن الشكر، ما هو الشكر وكيف أؤدي الشكر، كيف أفعل الشكر في حياتي لكي أكون عبدا شكورا. التنبيه السادس المعنى الحقيقي لسجود الملائكة لآدم هو الاستخلاف وليس الإذلال أو العبودية، ابحث في هذا الأمر. التنبيه السابع كل دي أبحاث علينا أن احنا نبحث فيها ونتعمق فيها ونفهمها. التنبيه السابع ما هو جزاء الكبر والمتكبرين الذين تأتيهم الموعظة ويستكبرون، ماذا كان جزاء إبليس حين تكبر. التنبيه الثامن انتبه لما يوضع في طريقك ليبعدك عن الصراط المستقيم. التنبيه التاسع اللعبة هي ألا تكون شاكر، أن تبتعد عن الشكر فانتبه، انتبه لما يضعه إبليس في طريقك ليبعدك عن الشكر. التنبيه العاشر ما فعله إبليس مع آدم وحواء أخرجهما من الستر الذي اختصهما الله به. ردد دعاء سيدنا آدم وأمنا حواء في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الدعاء من الأدعية المهمة جدا في وقت الرخاء ووقت الشدة. التنبيه الحادي عشر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، اطلب من الله أن يلبسك لباس التقوى ولباس العافية، اللهم ألبسنا لباس التقوى ولباس العافية. التنبيه الثاني عشر لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. احذر هذه الفتن لأنها بتيجي مزيفة، بتيجي مغلفة بأغلفة وأقنعة أنت مش فاهمها، هو عايز شايفك أنت رايح خلاص على الهدف يبتدي يزين لك حاجة تانية ويقولك لا ده الناس دول غلسين ابعد عن هنا وخليك هنا، هو شايفك خلاص هتوصل فبيزيف لك الحقائق. التنبيه الثالث عشر اجعل الله وليك كن مخلصا، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، انتبه من وليك. إذن الإيمان بأن القدرة المطلقة والقوة المطلقة والتحكم في هذا الكون لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التنبيه الـ14 أمر ربي بالقسط، ابحث عن القسط، ما معنى القسط، كيف أفعل القسط في حياتي في أقوالي في أفعالي. التنبيه الـ15 أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني معناها لبي نداء الله في الصلاة، كل ما تسمع نداء الله لا تؤخر الصلاة، وهذا الإقامة وهذا التوجيه لي ولكم. كيف نصل إلى هذا المستوى؟ بالسؤال والدعاء. كيف يا ربي أصل إلى هذا المستوى من القرب في الصلاة والتقرب إليك والمحافظة عليها بإقامتها وبنيانها وإتقانها والإخلاص في العبادات وإحسان الوضوء والركوع والسجود وإتقان الحفظ لكتابك الذي نزلت على رسولك، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. اسأل ربنا كل يوم قبل ما تنام واكتب أسئلة، اسألوا الله حوائجكم. التنبيه السادس عشر ادعوه مخلصين له الدين، اخلاصك في الدين في العبودية لله، اخلاصك لهذا الدين. التنبيه السابع عشر كن مع المهتدين، كن مخلصا لله في دينك.
التنبيه 18، لا تكن مع الضالين الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه اللعبة الخطيرة، انتبهوا، لما بيحدث ترقية للوعي ودرجة قرب من الله بيحدث تسخير من الله لك، لدرجة ان كل ما يخطر ببالك تجده امامك قبل ما تفكر في الشيء بتلاقيه عندك، في حين ما انت بتفكر فيه او يخطر على بالك كأنك في الجنة. وهكذا، وهنا بتحدث الفتنة الكبرى لبعض الناس اللي حصل لهم ترقية في الوعي وقرب من الله. النوع الاولاني بيظن نفسه إله والعياذ بالله، وإن له قدرة خارقة على الخلق والإبداع، فبيكفر ويصبح ولي للشيطان ويزين له أقواله وأفعاله، ويضل معه أشخاص آخرون يخدعون بهذه القدرات الزائفة اللي سرعان ما هتزول. والبعض التاني أو النوع التاني بيظن إنه بيتحكم في الآخرون، في أقوالهم، في أفعالهم، له طاقة تأثير على البشر، يرسل طاقات للناس ويغضب، ممكن يغضب على حد او يرضى عن حد، وان له مثلا كرامات او حاجة شبه كده. طبعا في اولياء الله الصالحين، ودول هنتكلم عنهم، ده الصنف الثالث والاخير، هو من يرتعد خوفا من الله ويدعوه طمعا في جنته وخوفا من عذابه. طبعا احنا عارفين ان درجة الحب والقرب من الله احيانا مش بيكون فيها خوف، لانه من اقترب من الله بيقل عنده العذاب ويقل عنده الخوف، لكن بيبقى خايف من الفتن. واحنا دلوقتي في زمن الفتن، فنسأل الله ان يعافينا من تلك الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا النوع من الناس بيتعلم المسامحة الحقيقية بأن يكون عبدا شكورا محبا طيبا سمحا، لأنه مجرد ما يغضب على حد يعني ممكن هذا الحد يتضر يعني، فدايما دعاؤه بيكون بالخير مستجاب بأمر الله، فيكثر من الدعاء بالخير لنفسه ولمن حوله، وبيجتهد ويدعو لكل من يعرفهم، ينشر الخير ويرسل ويستقبل، ويصبح زاهد في كل الشهوات، لأنه علم أن الخير كله في لقاء الله والقرب منه، وأن متع الدنيا لا تساوي سجدة فيها خشوع لله سبحانه وتعالى. البند 19 أو التنبيه 19، خذوا زينتكم عند كل مسجد. أول ما تسمع الأذان البس أحسن حاجة عندك. وإحنا كمان، وبقول لنفسي أهو إن أنا فعلا انتبهت لهذا الأمر، إنه مش أي حاجة، ما حدش شايفني أصلي بأي حاجة، لا، إحنا هننتبه إن إحنا نخلي لبس مزين للصلاة، شكله حلو، ريحته حلوة، في الطيب أو المسك، في ماء الورد، نهتم بهذا الزي الخاص بالصلاة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هناكل ونشرب بس ما نسرفش قوي. البند 20، لا نحرم زينة الله ونستمتع بها. مش معنى ان انا وصلت لترقي في الوعي او ان انا بقيت ولي ان انا احرم زينة الله واللبس والذهب والفضة، لا، لا تحرم زينة الله واستمتع بهذه الزينات اللي بين ايديك وخير ربنا عليك، كل من الطيبات والرزق واستمتع بيها، واعمل توازن بين الزهد وبين استقبال نعم الله عليك، لانها هتجيلك بغير حساب، واشكر الله سبحانه وتعالى. البند 21، انه فيه محرمات، اجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طبعا احنا عارفين بقى الفواحش بالفطرة بتاعتنا، مش محتاجين افتاء، يعني انت بتبقى عارف انه هذا الشيء يغضب الله او انه ظاهره مغضب لله، فبتبتعد عنه. الاثم والبغي بغير الحق والشرك والعياذ بالله، وان تقول على الله ما لا تعلم. البند 22، لكل أمة أجل. يعني أمة محمد ليها أجل، الله سبحانه وتعالى قدره علينا، وما فيش حد يقدر يغير ده ولا يقدم ساعة ولا يأخر ساعة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. البند 23، التقوى والصلاح أمان لنا جميعا من الخوف ومن العذاب في هذه الأيام وفي كل زمان، ولكن في هذه الفترة أو في هذا العام التقوى والصلاح أمان لنا جميعا من الخوف ومن العذاب. اتق الله في عملك، في كلمتك،
في كل ما تصنعه، الصلاح، الصلاح في الدين والدنيا. يعني إذا كنت تاجر بتحسن في تجارتك، في المواد الخام اللي بتستعملها، في حجم أو الكم اللي انت بتنتجه، ما تقللش الكمية عشان تضحك على الناس، أتقن في كل شيء عشان ربنا يأمننا ونخرج من كل شيء قد يقع في هذا الزمان، فنكون دائما في أمان من العذاب. البند الرابع والعشرون: تعرف على آيات الله في الكون وفي القصص، لا تستكبر لكي تنجو من النار والعياذ بالله. يعني الإنسان يبدأ يتأمل في الكون وفي آيات الله في الكون، وهذا التأمل له فوائد كبيرة جدا، منها أن احنا بنعرف عظم قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، ونعظم الله وقدراته، ونتقرب إلى الله بهذا التأمل. وإيماننا كمان بالله بيزيد. البند الخامس والعشرون: الظلم والافتراء على الله كاذبا أو تكذيب آياته وعواقبه النار والعياذ بالله. البند السادس والعشرون: الإيمان والعمل الصالح، النجاة في الدنيا قبل الآخرة. إن أنا أكون مؤمن حق بالله، عندي إخلاص في هذا الإيمان، إخلاص لهذا الدين، عملي عمل صالح زي ما تكلمنا عن العمل من شوية، ده هو ده النجاة في هذه الأيام التي نمر بها. البند السابع والعشرون: ردد هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. التنبيه الثامن والعشرون: سيجعل الله بينك وبين الظالمين حجاب. لو عملت كل اللي فات ده، ربنا هيجعل بينك وبين الظالمين حجاب، سواء ظالمين لأنفسهم أو الظالمين لغيرهم، هتكون دايما في أمان وسلام. البند التاسع والعشرون: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ندعو لكي ننجو. البند الثلاثون: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الآن بعد ما فعلنا كل اللي فات، نجينا، احنا في أمان والحمد لله رب العالمين. هنبدأ بقى ندخل مرحلة جديدة. البند 31: إن هذا الكتاب هو هدى ورحمة للمؤمنين، فدايما ارجع له عشان تطلب من الله الهدى والرحمة. مش معنى انك نجيت وبقيت في رحمة وفي وقاية من القوم الظالمين انك تنسى الكتاب، خليه دايما معاك، ادعوه تضرعا وخفية، خليك دايما في حالة تضرع. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الأرض ربنا أصلحها لها، ما ترجعش للفساد تاني، ما تنساش الموعظة. أنت كنت خايف من العذاب واتقيت ربنا الفترة، إن كشفت الغمة ما ترجعش تاني للفساد، لتقليل المنتجات والمواد الخام والغش، ما ترجعش تاني، ما ترجعش تاني للفساد في الأرض. ادعوه خوفا وطمعا. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب بأهله، أهله اللي بيتقوا الله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. الشكر وقت الحصاد، وقت ما ربنا فتح عليك وحصدت، طلع الشكر بتاعك، خرجه، خرج الزكاة بتاعتك أيا كان نوعها. تماعا وانظر ماذا فعل الله بأقوام لم يطيعوا الله، الأقوام اللي استحقوا العذاب في الماضي، اتعظ منهم بقى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمنوا واتقوا، أوفوا بالعهد، أوفي بعهدك مع أشخاص، أوفي بعهدك مع الله، كل شيء عهدت الله عليه وفيه. السحر هو إفك،
إبليس له سلطان، إبليس ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملوه، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الميقات 40 ليلة، سواء كنت هتعمل تدبر، دعاء، ورد، صلاة، بتكتسب عادات جديدة، حفظ آيات من القرآن أو الحديث، القيام، العبادة، ممكن في رسالة معينة ممكن تنتظرها 40 عشان ترى الرسالة، ردد هذا الدعاء. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. لمين؟ للمتقين. من هم المتقين؟ يؤتون الزكاة ويؤمنون بالآيات، يؤمنون بنصر الله ويتبعون النبي الأمي. من ينسلخ عن آيات الله يتبعه الشيطان. يعني إيه بقى ينسلخ عن آيات الله؟ يعني يدعي إن هو يعرف يعمل حاجة لوحده، يكون من الغاوين، ينسب الفضل لنفسه أو القدرة، أو يدخل في ظلمات الجهل. اتباعك للشيطان يجعلك تخلد إلى الأرض، باتباعك هواك يتوقف نموك الروحي والنفسي وتطورك. الكذب ظلم وظلمات، احذر الشرك. ردد إن ولي الله وهو يتولى الصالحين، مستشعرها، حس بيها. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا تستكبر، سبح الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اسجد واقترب. أنا بدعوكم أن أنتم تتدبروا سورة الأعراف والآيات الموجودة في سورة الأعراف. أنا لا أدعي أنه ما استنبطت من هذه السورة وطاقت رقم 7 أن هو ده الشيء الصحيح، أو أن هو ده فقط النجاة. النجاة أمور كتير جدا. سورة الأعراف مليئة بالأوامر، مليئة بالنواهي، مليئة بالأدعية الجميلة والقصص والعبر، بدعوكم لقراءتها واستشعارها. أنوي لي ولكم الامتزاج بنور الله، وأن احنا نستشعر فعلا الطاقات النورانية، أن احنا نكون أقرب لروحنا في هذا العام مع طاقة رقم 7. كل اللي انت عليه وبنيته في رقم 6 أو 2022 هيكمل معاك في رقم 7، لكن هيحصل لك تطور روحي. فانتبه، انتبه للإشارات، اوعى تتغر، اوعى تفرح بنفسك، خليك دايما متوازن، ارجع لربنا، رجع له الفضل في كل كلمة. كل ما تلاقي نفسك بتنجح رجع الفضل لربنا سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء. أنوي لي ولكم الامتزاج بنور الله والتطور الروحي والنفسي والجسدي. كل عام وأنتم بخير. أنا كنت معاكم صفاء منتصر.